طبعا اليوم احنا السقيات الوطنيه المناضله ضد قطاع التربيه الوطنيه في اطار البرنامج النضالي اللي دخلنا فيه منذ سنوات طويله طبعا، ولكن هذا البرنامج النضالي اللي عرف واحد يعني واحد الصعيد ابتداء من 5 اكتوبر 2023. طبعا احنا مستمرين عندنا هذا البرنامج النضالي اللي مستمرين فيه، واليوم هذه الوقفه الاحتجاجيه اللي منظمناها اليوم تاتي في هذا الاطار طبعا على برنامج نضالي واضح، على ملفات مطلبيه واضحه. وطبعا اليوم تزاد الملف ديال الموقوفين والموقوفات، اليوم عندنا المجموع ديال تقريبا 545 موقوف وموقوفه. اليوم وزاره التربيه والتعليم تحاول ان تستفرد بجزء منهم طبعا بمحاوله فرض عليهم مجموعه من الالتزامات، وطبعا هذه الالتزامات تتضمن انهم ما يمكنش يرجعوا يحتجوا من جديد وما الى ذلك. اليوم حنا تنقولوا اننا نرفض كل هذه التعسفات وهذه الاجراءات التعسفيه، ونرفض اي اجراء يمكن ان يحد من حق الموظف في الاحتجاج وفي الاضراب طبعا كحقين دستوريين. وطبعا هذه الوقفه الاحتجاجيه تاتي في اطار البرنامج النضالي اللي دخلنا من اجل المطالب العادله، والتي تاتي من اجل طبعا اصدار نظام اساسي عادل ومنصف. اقول للجميع الان وزاره التربيه الوطنيه للاسف ارتكبت نفس الاجراءات المهجيه اللي كان في السابق. اليوم حنا طبعا هرولت نحو اصدار نظام اساسي، هذا النظام الاساسي اللي اصلا كله يعني غارق في العموميات، تشوب غير واضح كما ذكرت، حتى المهام اللي كنا خرجنا ضدها للاسف لم توضح بشكل دقيق. وزاره التربيه الوطنيه عوض ان تلتزم بتحديد عدد الساعات، وعلى الاقل كنا تنطالب بحد الساعات التضامنيه، الان وزاره التربيه الوطنيه اصدرت نظام اساسي جعلت المطالب اللي كنا خرجنا من اجلها كلها في اطار العموميات، وكذلك وطبعا مختلف الملفات الاخرى اللي في داخل النظام الاساسي، وطبعا الملفات العالقه التي لا زالت يعني لم تتقدم ولو خطوه. هذا من جهه، من جهه اخرى كذلك تنقول لا بد من تحسين الاوضاع الاجتماعيه والماديه لعموم النساء ورجال التعليم، وحنا تنطالبوا كنساء ورجال التعليم فقط بالعداله، ابغينا نكونوا بحالنا بحال جميع الموظفين والموظفات، ما تنطالبوش بحال شي امتياز او غير ذلك. لذلك اليوم تنقولوا ناكدوا باننا مستمرين في النضالات ديالنا في التضحيات ديالنا، رغم هذا الهجوم، رغم التوقيفات، رغم التكالب، رغم التسخير الاعلام ديالهم، ورغم وقوفهم كلهم الى في الصف في مواجهه اساتذه عزل، طبعا تطالب فقط المطالب العادله والمشروعه. تنقول رغم كل ذلك نحن مستمرون في النضال في الاحتجاج، ولن نتوقف الا بتحقيق كل المطالب ديالنا التي خرجنا من اجلها يوم 5 اكتوبر، ولا بد كذلك من ارجاع كل الموقوفين والموقوفات لمقرات عملهم دون قيود او شروط. بالنسبه للاستاذ المدرب على الطعام استاذ ربيع، طبعا تواصلت معاه، المعنويات مرتفعه، طبعا الاستاذ رابع الى جانب باقي الموظفين والموظفات يتعرضون لظلم وتعسف، نحن نندد بذلك. الاستاذ رابع يتعرض من ظلم وتعسف منذ سنوات على غير مجموعه من الزملاء، لذلك تنقولوا بانه هذه الممارسات او هذا الشاطر في استعمال السلطه سوف لن يثنينا على مواصله دربنا، نستمروا في النضالات ديالنا والتضحيات ديالنا الى حين ارجاع كل موقوفين والموقوفات، والى حين تقديم اعتذار رسمي من الحكومه لفائده هاد الاساتذه الذين تم التعسف عليهم بالتوقيفات، ولفائده عموم النساء ورجال التعليم. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.